ابو محمد صالح الفنتوخ خابر معك كتاب وش زينه من شوي وش هو؟ اي معنا كتاب تبون نعرف به؟ اي والله عرف به. هذا الكتاب سير اعلام النبلاء. يا سلام. كل من الف في التراجم وفي التاريخ ينقل من هذا الكتاب. عجيب. اي والله حقيقه. والجميل في هذا الكتاب ان له تحقيق. يعني في كثير من الكتب مين محققه، لكن هذا حقق وخرج باخراج جميل جدا، وطبعته افضل دار في العالم الاسلامي اللي هي مؤسسه الرساله. كم ثم نسخة عاد التحقيق اللي تحته لشعيب الرهوت عبد القادر النهاروت جزاهم الله خير، فخرج الكتاب اخراجا جميلا وتحقيقا بديعا، فصار كل من يكتب. انا اليوم طبعا رجعت لثلاث كتب غير الكتاب هذا، لكن ما وجدت. كم جزء طال عمرك؟ ايه الكتاب يمكن 28 جزء. ما شاء الله. ايه كتاب كبير، بس انه امه يعني في احداث التاريخ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم الى وفاه الامام الذهبي قبل وفاته بكم سنه. جميل. وهو جميل، الجميل انه محقق وطباعته فاخره ويستحق المبلغ اللي فيه. طبعا اللي ما يبغى يشتري موجوده في الانترنت، يعني الحمد لله هذه الانترنت خفف على كثير من الناس. اليوم انا ساتحدث معكم، تو ابو سعد وابو عبد العزيز وابو محمد طرحوا من الفوائد من القصص في الكرم وفي الضيافه شيء ما يحتاج. انا ساعود بكم الى العصر الاول، عصر الصحابه رضي الله عنهم. ساتحدث عن واحد من الصحابه الافاضل اللي ما لاقى حق من الظهور، هو أبو ذر الغفاري. يكفي في ترجمته أن الإمام الذهبي قال فيه: كان رأسا في الزهد والصدق والقول والعمل. كان رأسا في الزهد والصدق والقول والعمل. كيف أسلم هذا الرجل؟ ومتى أسلم؟ وهل كان متأخرا أو متقدما؟ يقول عن نفسه، يقول: كنت خامس خمسة أسلمت. قصة إسلامه قصة جميلة وطويلة شوية، أبغى أختصرها لكم، أعطيكم الزبدة فيها لأن فيها فوائد جميلة جدا حقيقة. يقول أخوه أنيس، أخو أبو ذر الغفاري، يقول: أتيت إلى قريش وسمعت كلام رجل يدعي أنه نبي. يقول أنيس، يقول: أنا شاعر، وهم يقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون شاعر، وما هو بكاهن، وما هو بساحر، وما هو بشاعر، وإنه لصادق وإنه لكاذبون. قال أبو ذر، وكان أبو ذر رضي الله عنه يتعبد قبل الإسلام 4 سنوات، حتى أنه سئل قال: كيف تتعبد؟ قال: أتعبد الله سبحانه وتعالى. قال: وإلى أين تتجه؟ قال: أصلي بأي صلاة، يعني ما كان لها صلاة معينة أو صفة معينة. يقول: فلما أتيت دخلت مكة خشيت أن أسأل عن هذا الرجل فأعرف أنه محارب. يقول: فبقيت أنتظر وأنتظر، بقيت شهرا كاملا أنتظر لأجل أن أسأل عنه، وكنت أتحين الفرصة وآتي كل يوم إلى الكعبة لأسمع لعله يأتي لعله يأتي. فأتت امرأتان ثم ذهبت، وفي ليلة من الليالي أتى عند الحجر، عند الحجر، فسمعته هو وأبو بكر يتحادثان. فقلت له، وهذا مكان فائدة جميل، الآن ركزوا معنا يا إخوان، فقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأول من حي النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. إذا سئلت في مسابقة فهو أول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أنت؟ قال: أبو ذر الغفاري. قال: من غفار؟ فكأن الرسول كره، لأن غفار كانت مشهورة بالسلب وبالسرقة. فقال: إني أشهد الله وأسلم أبو ذر الغفاري. فقال أبو ذر: اذهب إلى قومك حتى يخرج ديننا وتسمع بنا. فعاد طبعا، وهو في أثناء البقاء في مكة 30 يوم، يقول: لم أكن أشرب إلا ماء زمزم حتى سمنت منه، يعني حتى رويت، يعني وهو ماء زمزم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور للجميع يحفظه، وهذا سبب حدوثه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ماء مبارك، إنه طعام طعم، هذا ماء زمزم في رواية، والحديث رواه مسلم. قال أبو ذر: فذهبت وأخبرت أخي أنيس فأسلم مباشرة، ثم ذهبت إلى أهلي فأسلموا، ثم أسلمت غفار
ولكنها أسلم جزء منها وقال لهم إن نريد أن نذهب. إنه قال لي لا تذهب حتى يخرج أمرنا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمت غفار وأسلمت سليم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور غفار غفر الله لها وسليم سلمها الله. فهذا أبو ذر رضي الله عنه وإسلامه. طبعا أبو ذر رضي الله عنه شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس وبقي مفتيا في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنه، وبقي في الشام يفتي الناس، وكان ممن يتبنى القول بأن المال لا يكنز، حتى أن كثير من الصحابة كان يعارضه، وكان يقول للفقراء اذهبوا إلى الأغنياء فخذوا منهم، ليست قضية ولا صدقة، يقول لأن المال لا يكنز. وكان يستند على قول الله عز وجل إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان يقول هذا حتى أن معاوية رضي الله عنه رفع أمره إلى عثمان بن عفان، قال إنه يؤلب الناس علينا، فاستدعاه عثمان رضي الله عنه وبقي في المدينة ثم خرج إلى الربذة. طبعا كثير ممن كتب في سيرة أبو ذر قالوا قوله فيها كذب، ويمكن بعض كتاب التاريخ وأنا ما أريد أن أذكرهم، لكن أريد أن أبين أن فيه خطأ، أن عثمان أمره بالخروج إلى الربذة، وهذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر إذا بلغ البناء إلى سلع فاخرج، فخرج رضي الله عنه وبقي فيها. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في القول المشهورة قال أيكم يلقاني على الحال الذي أفارقه عليه؟ فقال أبو ذر أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي أغلبكم يعرفه، قال ما أقلت، من يعرف الحديث منكم يا أخوان؟ ما أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. الغريب أنه كان كريما جدا، وأنتم تذكرون قصص الكرم، وكان من كرمه رضي الله عنه كان يذهب إلى الغنمات التي يحلبها فيأتي بالحليب، وكان لا يدخل على بيته حتى يعطي جيرانه قبل أن يأخذه لأولاده رضي الله عنه. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر يبعث يموت وحده ويبعث وحده. وفي آخر حياته رضي الله عنه وهو في الربذة قال لأبنائه كفنوني، فما وجدوا كفن، قال إذا مت أطلبوا كفنا فكفنا رضي الله عنه، قال وضعوني في الطريق، فرضي الله عنه وضع في الطريق، فأتت قافلة من الكوفة ووجدت جنازته، قالوا من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. فقال عبد الله بن مسعود صلى الله على نبينا محمد قال يموت وحده ويبعث وحده، وصلى عليه ولحده عبد الله بن مسعود، وبكى عليه عبد الله بن مسعود 40 ليلة. وقيل أن عبد الله بن مسعود توفي متأثرا بوفاة أبي ذر رضي الله عنه. يبقى أن نقول لكم أن له 281 حديثا نقلت عنه، ولعل أبرز حديث روي عن أبي ذر الحديث المشهور قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فراوي هذا الحديث هو أبو ذر وهو في صحيح مسلم. توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأنقلكم إلى فائدتين جميلتين في حياة أبو ذر. الفائدة الأولى وهي مناسبة مع هذا الشهر الكريم، الزهد والانقطاع والتبتل كان رأسا فيه هذا الصحابي الجليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أقلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق حديثا من أبو ذر رضي الله عنه، وكان يتبنى قضية الزهد والمال ولا يبقى عند الإنسان مال ولا يكتنزه، حتى أنه اختلف مع معاوية رضي الله عنه في هذا الأمر. وينبغي أن الإنسان يتزهد في الدنيا ولا يكنز المال لأجل أن لا يكون حجة عليه. وله قصة مع أنه حضر جنازة عبد الرحمن بن عوف وكانوا يكنزونها، فقال هذا الآن يكنز ويحسب عليه ويكون عليه، فرضي الله عنه كان يزهد. الأمر الثاني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه. فأبو ذر لما أسلم كان سيبقى، ولكنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى غفار وادعهم، فذهب ودعاهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا قال حتى يخرج أمري. فهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالمبدأ اللي يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسلمت هذه القبيلة، ونحن قلنا في درس سعد بن معاذ أن سعد بن معاذ أسلمت قبيلته بني عبد الأشهل، وهذا أيضا أبو ذر أسلمت قبيلة غفار
وسليم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا دعاة للخير ويجعلنا ممن يقتدي بأثار أصحاب نبي الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يبيض وجهك، ما شاء الله تبارك الله على هالأسلوب وعلى هالسرد، ما شاء الله عليك. الله يبيض وجهك. الكتاب تعيد اسمه بعد إذنك بس. سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء. أبو عبد العزيز، إن الوقت تقريبا بشارف بالانتهاء، نبي نسمع منك قصة. إذا معنا وقت بنعطي كل واحد من ضيوفنا الكرام نص دقيقة وداعية، نختم بنصيحة من ثلاث كلمات لكل واحد منكم لجمهورنا الكريم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. هذه قصة أحد الأخوان، يقول زملائي في العمل اتصلوا علي قالوا جيب الفطور معك. قلت وش تبون؟ قالوا مر احنا برد. يقول جيب فول الصبح، مو في رمضان. لا لا قديم هذا. فطور بيفطرون على فول من اول يوم. انت الحين شو بك مع رمضان؟ اهل الحجاز ترى يفطرون على فول. من هو؟ اهل الحجاز يفطرون على فول. فول اذا جاء المجنون ابو خالد بنساله. لازم حتى في رمضان.